مرحبا بكم. عرس ديمقراطي مصري يبدأ في 9 صباح الغد. هذا العرس الذي يتحدث عن الديمقراطية المصرية في تقرير مصير الشعب المصري وتحديد ورسم خطوط مستقبله القادمة. انتخابات رئاسية تجرى في الداخل تبدأ من الغد 26 يوم الاثنين من مارس وتستمر حتى 28 من الأربعاء القادم من نفس الشهر لمدة 3 أيام. هذا الاستحقاق الرئاسي ومنافسة بين مرشحي انتخابات الرئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، والهدف هو مقعد الرئاسة في مصر. إذن بنتحدث عن تحديات مختلفة، بنتحدث عن عملية انتخابية وأيضا متابعة حية ستكون معكم مباشرة على الهواء لحظة بلحظة. ولكن عندما نتحدث عن انتخابات بهذه الأهمية في مصر لدولة بهذه الثقل وبهذا الثقل وشعب يحدد ويعي كيف يسير من أجل تحقيق مستقبله، نتحدث أيضا عن أنظار تتابع هذه الانتخابات، سواء وسائل الإعلام المختلفة أو مجموعة من المراقبين والمتابعين الدوليين بل والمحليين أيضا من خلال مجتمعات أو منظمات المجتمع المدني تتابع انتخابات رئاسية مصرية بكل مصداقية وشفافية. تدشين أول ائتلاف محلي دولي يتابع الانتخابات وسيرها في مصر من خلال عدد من المراقبين الدوليين وأيضا عدد من المنظمات المحلية. هذا الائتلاف الذي خرج تحت مسمى نزاهة تم تدشينه والاتفاق عليه من خلال انبثاقه من الجمعية العامة لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة 37 والتي انعقدت بجنيف. رسمت الخطوط العريضة لهذه المتابعة سواء في عملية الدعاية، سير العملية الانتخابية، عمليات الفرز وأيضا النتيجة والخروج بكل شفافية بنتائج للرأي العام المصري والدولي على حد سواء. أرحب بكم وبضيفي الكريم في هذه الحلقة من الحوار الخاص على شاشة النيل للأخبار. ضيفي هو الأستاذ رياض حسين عيسى، رئيس ائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات ورئيس جمعية متطوعون بلا حدود. برحب بحضرتك ضيفا كريما على مصر في البداية وعلى شاشة النيل للأخبار. شكرا إليك. أهلا شكرا بيك. لمصر. أهلا بك. أهلا بك. دعنا نتابع فاصل قصير به بعض المعلومات عن ائتلاف نزاهة ثم نبدأ الحوار مع حضرتك. ثانية أرحب بضيفي الكريم في هذا الحوار الخاص على شاشة النيل للأخبار والحديث عن متابعة الانتخابات المصرية التي ستبدأ في الداخل في صباح الغد من خلال لجان الاقتراع المختلفة. انتخابات رئاسية نتابعها من خلال ائتلاف نزاهة، هذا الائتلاف الذي شكل من منظمات محلية وأيضا عدد من المتابعين الدوليين. أستاذ رياض حسين عيسى، رئيس ائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات ورئيس جمعية متطوعون بلا حدود، برحب بحضرتك. مرحبا بك. أهلا بك.
كيف شك الائتلاف وجاءت الفكرة؟ ائتلاف نزاهة. الحقيقة نحن منظمات تعنى بقضايا حقوق الإنسان. أنا أرأس جمعية متطوعون بلا حدود، منظمة لبنانية غير حكومية تعنى بقضايا التطوع وحقوق الإنسان والديمقراطية. تابعنا الانتخابات، انتخابات عديدة بعدد من الدول العربية، وأنا شخصيا مهتم جدا بقضايا الانتخابات بالمنطقة العربية. التقينا بجنيف بالدورة 37 مع ثلاث منظمات، معهد لحقوق الإنسان والتنمية المصرية ومؤسسة المؤسسة المسكونية لمقر جنيف، واتفقنا على تشكيل ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات المصرية، وسجلنا بالهيئة الوطنية للانتخابات وحصلنا على تراخيص لعدد من المتابعين الدوليين. عندنا شريك محلي هو مؤسسة معهد مشكورة على مساهماتها ومساعدتها بالقضايا اللوجستية. طبعا نحن عم نتابع الانتخابات لأنه نقر ونؤكد على أنه إجراء الانتخابات بأي دولة بالعالم هو عرس للديمقراطية، هو فرصة للشعب أنه يجدد ثقته بمؤسساته لأنه يمارس واجباته وأنه يتمتع بحقوقه، لأنه الانتخابات هي حق من حقوق الإنسان. ونحن نعرف أنه إجراء الانتخابات هي لحظة تاريخية بمسار الدول، وبتعكد هذه الدول على مدى تقدمها بأنظمتها الانتخابية وبإجراء الانتخابات، وبأن الانتخابات تكون وفق المعايير الدولية اللي رح نحكي عنها هلأ مطولا. نعم، أول ائتلاف في مصر لمتابعة الانتخابات يشكل من منظمات محلية وأيضا متابعين دوليين. ما هي المنظمات والمتابعين، كم عددهم، كم العدد بشكل عام، وما هي المنظمات المحلية المشاركة لكم؟ الحقيقة نحن أول ما سجلنا أعداد كبيرة من المتابعين الدوليين، ولكن واجهتنا مشكلة حقيقية، هي مشكلة التمويل. لأنه نحن لما بدنا نجيب عشرات المتابعين الدوليين نحتاج إلى أموال، وتبين لنا بعدين أنه المنظمات الدولية المانحة غير مهتمة بتمويل مثل هذا العمل لمتابعة الانتخابات المصرية. اللي وصلوا لحد هلا على القاهره هن 21 متابع دولي، نتوقع وصول المزيد بين اليوم وبكره اذا شاءت الظروف. ال 21 متابع دولي عدد غير كافي، ولكن ان تاتي خير من ان لا تاتي ابدا. المشاركه هي ضروريه حتى على الاقل نشاهد أو نتابع مجريات العملية الانتخابية، ونوضع الرأي العام المصري والعربي بصورة ما حصل بالانتخابات. لكن التعاون أيضا مع منظمات محلية، حضرتك بترأس جمعية متطوعون بلا حدود وهي جمعية لبنانية. نعم. ليكوا خبراتكم في عمليات الانتخاب من سابق ومتابعتها وإجراءاتها وكيف تسير آلاتها المختلفة، لكن شكل التنسيق هيكون ازاي مع المنظمات المحليه، وما هي المنظمات المحليه الشركاء لكم؟ نعم، نحن ثلاث منظمات بالائتلاف. المنظمه المحليه هي منظمه معهد لحقوق الانسان والتنميه. منظمه معهد راح تراقب كشريك محلي، في عندها مئات المتابعين راح يكونوا منتشرين على كل الاراضي المصريه. رح تقدم لنا كل الدعم اللوجستي. نحن نستخدم غرفة العمليات بمقر مؤسسة معهد. كل القضايا الأخرى اللي رح يرافقنا متابعين محليين مترجمين من المؤسسة، لأنه معنا متابعين دوليين يتقنون اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. هيتم التواصل إزاي؟ التواصل مع مترجمين متواجدين. متواجدين مترجمين مع المتابع. نحن للأسف حنتابع ب 13 محافظة، يعني رح يكون عندنا صعوبة انه نتابع بكل المحافظات. الانتشار مش في كل المصرية. ولكن رح ناخذ عينات، اخترنا مجموعة من المحافظات. الفرق رح تنطلق يعني غدا باكرا على المحافظات البعيدة. 13 محافظة بتخلينا نكون صورة
قريبة من الواقع عن مجريات العملية الانتخابية. كل فرقة راح تكون مؤلفة من متابعين دوليين ومترجم وسائق، وراح يستقبلهم بالمحافظة اللي رايحين عليها متابع محلي من المنطقة، تكون بيعرف اللجان موجودة فين هل تم اختيار المحافظات أو تم اختيارها فعليا بشكل عشوائي ممثل للمجتمع المصري؟ لكن كمان لجان الاقتراع هيتم بنفس الشكل الحقيقة في عنا حوالي في الاختيار 13,000 لجنة، لأن العدد كبير، الأرقام كتير عالية. نحن اخترنا بعناية يعني موضوع المحافظات اللي متوقع أنه يكون فيها يعني حماوي انتخابية، يكون في إقبال على الانتخابات. في معايير مختلفة خلتنا نختار هذه المحافظات، وحسب كمان وين قادرين يعني نكون قريبة للعاصمة للقاهرة، يعني قادرين نتحرك ونرجع ونتواصل مع بعض بشكل سهل، لأنه في ضرورة أنه نحن نعمل تقارير يومية عن مشاهداتنا خلال النهار. ده اللي يخليني أسأل حضرتك على الآليات المتابعة. عملية المتابعة للعملية الانتخابية المصرية بدأت معاكم منذ فترة الدعاية الانتخابية لمرشحين الرئاسة. خرجتم بتقارير، هل نشرتوها فعليا ولا تنتظرون في نهاية العملية برمتها الإعلان عن الفترة؟ فترة الدعاية كان وصل مجموعة صغيرة من المتابعين الدوليين، ولكن الشريك المحلي هو تابع فترة الدعاية وأصدر تقرير، ونحن نتبنى وسجل ملاحظاته على العملية الدعاية، وسجل بعض الملاحظات والانتهاكات اللي حصلت أو المخالفات اللي حصلت بموضوع الدعاية، والتقرير نشر وموجود على مواقع المؤسسة معهد، وتوزع على وسائل الإعلام وعلى الوكالات الإعلامية. نحن كفريق آليات المتابعة في الغد بقى في عملية الاقتراع نفسها تتم ازاي؟ نعم نعم. الحقيقة المعايير الدولية اللي هي بتحكم مدى نزاهة هذه الانتخابات واضحة بالنسبة لنا، وهذه المعايير أخذت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحدد كيف لازم تكون الانتخابات، وقال ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم، ويجب ان تتجلى هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى بالاقتراع العام وكذا وكذا. فاذا لازم نشوف نتأكد من نزاهة هذه الانتخابات ومن ديمقراطيتها من حياد الجهة اللي عم بتدير الانتخابات، عدم استخدام المقرات الحكومية وغيرها، موضوع الدعاية، موضوع الانفاق الانتخابي، موضوع الاعلام الانتخابي، كل هذه المواضيع اللي وردت بالمعايير الدولية ان كان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان او بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نحن رح ناخذها بعين الاعتبار. خلال النهار رح نواكب مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان، ورح نتأكد قديش عم يلتزموا رؤساء اللجان واللجان نفسها بتطبيق القانون. يعني نحن بالنهاية الانتخابات بدها تحصل وفق قانون، نعم. فنحن بدنا نشاهد اذا فعلا يطبق هذا القانون، انه المواطن المصري لما عم يقترع عم يقترع وفق بطاقه الرقم القومي او جواز السفر الصالح، العمليات الاجرائيه اللي عم ينتخب متوفره سريه الاقتراع، هل هناك من ضغوط، كل هذه العمليه رح نواكبها. طبعا كلنا بنعرف انه بكل العالم تحصل تجاوزات لهذه المعايير، بس في يعني تجاوزات او في بعض الانتهاكات اللي قد لا تؤثر بشكل مباشر بالعمليه الانتخابيه، وهناك انتهاكات قد تؤثر بمسار العمليه الانتخابيه. فما في مكان بالعالم ما بتحصل بعض الثغرات وبعض التجاوزات، ولكن نحن علينا انه نكون موضوعيين وحياديين بتقاريرنا، والتقارير رح تنشر وتصير ملك الرأي العام وبيحاسبنا عليها. تواجدكم هيكون خارج لجان الاقتراع ولا في الداخل، في داخل اللجنة نفسها؟ لا، نحن هنتابع في الداخل وفي الخارج. التصاريح بتنص على ده طبعا، تصاريح طبعا الهيئة الوطنية طبعا. نحن بنتابع لما بنتابع الانتخابات بنتابع العملية من خارج
مراكز الاقتراع، وطبعا من خلال مشاهداتنا إذا في ضغوط على الناخبين، إذا في عمليات تأثير على الناخبين، عملية الدعاية الانتخابية، فترة الصمت الانتخابي، ومنتابع أيضا داخل اللجان لحتى نشوف مدى التزام رؤساء اللجان بتنفيذ أو بتطبيق القانون. كل المسار العملية الانتخابية كلها منتابعة وهذا مضمون طبعا. والتقرير هيصدر يومي أثناء أيام الانتخاب؟ التقرير هل سيصدر يومي من الائتلاف أثناء أيام الانتخاب؟ سيصدر تقرير الثلاثة؟ يومي مختصر عن مشاهداتنا اليومية، وحيصدر تقرير ختامي. عندنا مؤتمر صحفي ب 30 من مارس بيحكي عن كل العملية الانتخابية. أستاذ رياض، الحقيقة التوعية بأهمية الذهاب إلى صندوق الانتخاب، توعية المواطن للمشاركة مش بس في مصر، في أي دولة بتكون أحد الأسس الخاصة بالديمقراطية وإرسائها في هذه الدولة وتحديد مستقبلها بالشكل الأفضل. اسمح لنا نتابع هذا التقرير حول توعية المواطن المصري للنزول إلى صناديق الاقتراع ونستكمل الحوار مع حضرتك. التعددية السياسية والديمقراطية كأسلوب للحكم يتطلب مشاركة شعبية حاشدة في الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية تعتبر هي أبلغ رد على التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد لمواصلة جهود التنمية الرامية لإرساء دعائم الاستقرار. وشارك المصريون في الخارج في العملية الانتخابية بصورة جيدة، وكانوا عند مستوى المسؤولية وحسن الظن بهم، كما بعثوا برسالة إلى العالم مفادها أنهم حريصون على المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم. وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية في الانتخابات أكثر من 13 ألف لجنة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تخضع لإشراف من 367 لجنة عامة إلى جانب 38 لجنة للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، كما يشرف على العملية الانتخابية نحو 19 ألف قاضي. ويمثل الإقبال الكثيف من جانب الناخبين على صناديق الاقتراع يمثل صفعة قوية لكل المغرضين والمتربصين بأمن البلاد، ويؤكد على أن مصر أقوى بأبنائها. قليلة بتفصلنا عن العملية الانتخابية الأهم في مصر، انتخابات الرئاسة التي تجرى في الداخل وتستمر لمدة 3 أيام وتبدأ في الغد 26 من مارس. ضيفي الكريم أرحب به مرة ثانية الأستاذ رياض عيسى، رئيس ائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات ورئيس جمعية متطوعون بلا حدود اللبنانية. برحب بحضرتك مرة تانية. توعية المواطن بشكل عام للنزول لممارسة حقه في الانتخاب، دولنا العربية هل فيها الوعي بالقدر الكافي، وإزاي نستطيع توعية المواطنين لهذا الحق؟ الحقيقة معظم المواطنين العرب إذا بدك مش كتير بيعرفوا أنه الانتخابات هي حق مثل بقية الحقوق، الحق بالصحة، الحق بالتعليم، الحق بالمأكل، الحق ببيئة نظيفة. وبالتالي أنا لا يكفي أني أطالب بحقي وبعد لما يجي حدا يسمح لي أني مارس هذا الحق أتخلى عنه، لازم أقوم بالواجب. مقابل كل حق في واجب، فأنا كمواطن المفترض أن يكون شريك بإدارة الشأن العام لبلدي، والشراكة هي أني شارك بالانتخابات واحدة منهم. وبما أنه الانتخابات هي حق، لا يمكن أنه تتوفر هذه الانتخابات إلا إذا حمينا بقية الحقوق، فحقوق الإنسان هي سلة متكاملة، فإذا لازم تتوفر بقية الحقوق اللي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير وغيره وغيره.
والا اذا انا بدي اترشح وما عندي حق اني اعمل حملتي الدعائيه واتواصل مع الجمهور وكيف بدي اعبر عن برنامجي الانتخابي وما شابه. وبالتالي واجبات منظمات المجتمع المدني انها تلعب دور اساسي بتوعيه المواطنين، فضلا عن الدور اللي بتلعبه المدارس والثانويات والجامعات، فضلا عن الدور اللي بيلعبه الاعلام نفسه. ايضا لما كنا عم نحكي عن معايير دوليه للانتخابات، ما في انتخابات بدون توعيه، وهي التوعيه بتصير من صلاحيات او دور من ادوار الهيئه الوطنيه للاشراف على الانتخابات ومؤسسات اخرى، مؤسسات الدوله ووسائل الاعلام خاصه الرسميه، لانها توصل التوعيه الانتخابيه لك المواطن حتى يصير يعرف شو حقوقه وواجباته وكيف ويعرف كيف ينتخب اصلا ويعرف قانون الانتخاب وبتفاصيله. وهذا الشيء للاسف بمحلات في تقدم وبمحلات بعد مش واضح. بيختلف بنسب بين دولنا العربية ويختلف بالطبع. لأنه ببعض الدول ما في عنا انتخابات بدول، بانتخابات ما في دول، في بعض الدول العربية نظامها ملكي وبكون انتخابات محدودة ببعض المجالس المنتخبة، وفي بعض الدول اللي هي فيها انتخابات برلمانية ورئاسية ومحليات وما شابه. وايضا التوعيه للانتخابات، لانه كمان الشباب لازم يكونوا عم ينتخبوا بجمعياتهم، عم ينتخبوا باحزابهم، وعم ينتخبوا بالجامعات، مجالس طلابيه وغيره، فعمليه الانتخاب هذه ممارسه وتقاس الدول اليوم بمدى تقدم الانظمه الانتخابيه عندها. في بعض الدول عندها انظمه متخلفه، وفي بعض الدول عملت انظمه انتخابيه متقدمه جدا. فإذا نحن ما فينا نعمل انتخابات إذا ما في توعية، لأنه المواطنين مش رح يعرفوا كيف ينتخبوا، أو أنه إذا عرفوا كيف ينتخبوا رح يترددوا، لأنه مش معتبرين أنه هذه الانتخابات هي واجب وطني بيأكد على مواطنيتنا وبيأكد على التزامنا بمشاركة بإدارة الشؤون العامة. صحيح، أيا ما كانت اتجاهات التصويت، لكن النزول في حد ذاته طبعا هذا هو طبعا في عبر أول عن رأيه خطوات بصندوق الاقتراع. نعم. في عبر عن رأيه لأي مرشح من المرشحين، في عبر عن رأيه بورقة بيضاء، في عبر عن رأيه بأي طريقة. دور المتابعة الذي سيقوم به ائتلاف نزاهة في هذه الانتخابات، هل سيشمل وسائل الإعلام أيضا ولا فقط مراكز الاقتراع؟ الحقيقه راح يكون في عنا صعوبه انه نعمل رصد لمتابعه وسائل الاعلام، وخاصه انه هي كثيره ونحن ما كنا مهيئين لمتابعه وسائل الاعلام، الا انه طبعا هذا شغل ودور اساسي للهيئه الوطنيه للاشراف على الانتخابات حتى تراقب اداء وسائل الاعلام وتقيس اداء وسائل الاعلام قد تنحاز او لا تنحاز لصالح احد المرشحين، او عم تعطي فرص لكل المرشحين. المفترض انه هذا دور اساسي من ادوار الهيئه المستقله. كمان هذا الشيء مهم، لانه من المعايير الدوليه المفترض يكون في هيئه مستقله او هيئه موجوده بمصر لاداره الانتخابات، وده حاصل. نعم. الهيئة الوطنية للانتخابات. هيئة وطنية للانتخابات، وهذا قد لا يكون متوفر ببعض الدول. موضوع الإعلام موضوع أساسي، المفترض أنه الهيئة تتابعه. نحن معنا القدرة. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، كيف سيعمل المتابع داخل اللجنة؟ هل من خلال وثيقة موحدة بين كل المتابعين؟ هل بمعايير محددة يتحدث من خلالها؟ أول شيء لازم المتابع يعرف حقوقه وواجباته. كل متابع وخاصة المتابع الدولي لازم يعرف حدوده وين، ويعرف شو حقوقه وكيف يحصل على المعلومة وشو الواجبات تبعه. اثنين، كل متابع دولي المفروض أنه يكون على علم بقانون الانتخابات الدولي اللي عم بتحصل فيها الانتخابات، لأنه هو حيتابع. ده مفروض موفر من خلال الائتلاف. هذا متوفر. اثنين، أنه كل متابع عم بيوقع على مدونة سلوك، وهي مدونة السلوك بيتعهد خلالها أنه هو يكون خلال هذه العملية هو حيادي وهو موضوعي وهو عم غير منحاز لأي طرف. في مدونة سلوك طبعا دولية
طرف او ده بدك صدرت عن منظمه الامم المتحده، فهي هي مدونه بتعتمدها كل المنظمات الدوليه بالعالم اللي بتراقب انتخابات. فنحن هذه المدونه اعتمدناها، وكل المتابعين اللي موجودين معنا وقعوا على هذه الوثيقه. لكن اين يدون ملاحظاته؟ هل بشكل حر تعبيري ام من خلال بعض الاسئله التي طبعاً توضع في وثيقه موحده؟ لا، في وثيقه موحده، في وثيقه موحده بتحدد خلال زياراته للمراكز الاقتراع، هو مشاهداته بمحيط مراكز الاقتراع، بمراكز الاقتراع نفسها، هل في تدخل لأي طرف من الأطراف السياسية بالعملية الانتخابية، هل في تدخل وضغوط من موظفين حكوميين، هل في دعاية انتخابية بمراكز الاقتراع. كل هذه الملاحظات أسئلة موحدة لكل متابع في كل لجنة اقتراع في كل محافظة. بسجل ملاحظات داخل لجان الانتخابات إذا شاهد من أي مخالفات قد تحصل، لأنه المتابع هو بسجل انتهاك أو أكثر أو واقعة أو أكثر حصلت خلال العملية الانتخابية. طيب حضرتك بتتحدث عن عملية ستستمر في المتابعة على مدار 3 أيام، لكن كمان عمليات الفرز وإظهار النتيجة هيكون في نوع من المتابعة فيها، هل هتختلف؟ نحن كمان هنتابع هذه العملية، رح نتابع عمليات الفرز وإصدار النتائج. طبعا المتابعة رح تختلف من متابعة مجريات العملية الانتخابية، رح نتابع عمليات الفرز ونشوف بعمليات الفرز الآليات المتبعة بعملية الفرز، وهل هي عمليات دقيقة، وهل عم تجرى حسب الأصول. أيضا لما عم ننتخب على مدى 3 أيام، هل صناديق الاقتراع اللي انتخبنا فيها اليوم كيف محفوظة بأماكن آمنة لحتى ترجع تاني يوم نفتحها؟ وكل هذه العملية رح نتابعها. تستمر. مؤتمر صحفي سيصدر في النهاية، مؤتمر صحفي للرأي العام المصري أم الدولي أم لسنمع؟ شوفي، نحن المتابعة اللي عم نعملها، الجهد اللي عم نبذله، إذا ما أصدرنا تقرير يعني وزعناه على الرأي العام وصار ملك الرأي العام، ما له معنى. شو الهدف من هذا التقرير؟ هي أنه نسلط الضوء على بعض الملاحظات اللي قد تحصل بهدف تصويب المسار فيما بعد، تصدر بطريقة توصيات حتى نتجاوزها أو نتلافاها أو نقلل منها بالعمليات الانتخابية المقبلة. مش الهدف التشهير ولا الهدف على انه نحن سجلنا هذا العدد من النقاط او من الانتهاكات للعمليه الانتخابيه، انما الهدف هو التصويب، الهدف هو التوجيه وتصحيح مسار العمليه الانتخابيه بالمرات المقبله. لانه اذا كنا عم نتابع هلا وبعد 4 سنين رجعت حصل انتخابات وحصلت نفس الانتهاكات، بكون ما عملنا شيء. فلازم العملية هي عملية تراكمية، وهي عملية تكامل ما بين المجتمع المدني والحكومات للوصول إلى أفضل عملية انتخابية ممكنة. اليوم بكل دول العالم في توجه عند منظمات المجتمع المدني للاهتمام بنشر الديمقراطية حول العالم، لمتابعة الانتخابات بهدف أنه نوصل إذا بدك إجراءات سليمة بالعملية الانتخابية، تقليل من التجاوزات للقانون، مزيد من الشفافية والمساءلة والمحاسبة. الهدف أنه نحن الشباب يتشجع لما بيشعر على أنه إذا في مخالفات وفي حدا عم بيتابعها. نسب المشاركة وفئات المشاركة في الغد في عملية الاقتراع في هذه الانتخابات، هل ستكون محط اهتمام من المتابعة أو أحد عناصر المتابعة الهم؟ طبعا أكيد. فئات المجتمع، من ذهب وأي النسب التي ذهبت؟ مرأة، شباب،
طبعا هذا اي فئه كلها مؤشرات كلها مؤشرات كلها مؤشرات مفترض تترجم بارقام ومفترض انه يا اخي المتابع والمراقب العالمي يشوف انه في اهتمام نسبه الاهتمام بالعمليه الانتخابيه قديش الاهتمام اكثر عند فئه الشباب ولا عند المراه اي فئه عمريه اكثر مهتمه بالعمليه الانتخابيه وطبعا المفترض انه يبنى على شيء مقتضى يعني لذا شفنا الشباب مهتم بمشاركة هذا مؤشر إيجابي أن الشباب رايح بتوجه وهي تضمنه التقرير من المفترض طبعاً أن يتضمن طبعاً التقرير طبعاً في حال وجود أي نوع من الملاحظات أو الخروقات إن وجدت هل ستتجه إلى رئيس اللجنة وتتحدث عنها أم فقط بتقتصر على التدوين لهذه الملاحظة؟ أوكي. سؤال وجيه سؤال مهم وبيسألوا كل إنسان أنه أنت كمتابع شاهدت انتهاك أو مكالفة ما شو بتعمل؟ أنا كمتابع مهمتي أني تابع أني دون الملاحظات أبدا مش مهمتي أني وجه رئيس اللجنة هو عم بيقوم بدوره وأنا عم بقوم بدوري هو دوره إدارة العملية الانتخابية وأنا دوري شاهد ولاحظ وسجل المخالفات هو بيقوم بشغله أنا بقوم بشغلي وشغلي ما له أي معنى إذا ما وثقته وما عملته بتقرير ووصلته للرأي العام لأنه إذا بدك الحقيقة هو نحن عنا تصريح بيخولنا أنه نفوت على لجان القائد أنه نتابع الانتخابات بس عمليا حول العالم متابعة الانتخابات هي حق لكل مواطن ولكن ما بنقدر نجيب 100 مليون مواطن مصري أنه فوتوا على اللجان كرمال هيك بتتنظم العملية وبيصير يدخلوا منظمات مجتمع مدني متخصصة بهذا الموضوع بس بالعام اليوم كل مواطن عنده وسيلته الإعلامية وعنده مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي فهو بيقدر يعبر عن رأيه بالعملية الانتخابية بيقدر يشاهد أي انتهاك ويصور وينشر فإله حق يتابع وله حق يقول رأيه نحن عم نقول مسائلين أكثر لأنه جهة مجتمع مدني سجلنا رسميا المزج فيها في نوع من الشيء الجديد المزج بين المحلي والدولي بين منظمات نعم. المجتمع المدني نعم. في هذا الائتلاف تحديدا ائتلاف نزاهة هل ده بيعطي نوع من 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 قوة مصداقية ما سيصدر عنكم من تقارير يعني طبعاً. فكرة المنظمات ليست فقط منظمات مجتمع مدني دولية تتحدث ربما من وجهة نظرها أو ربما من رؤيتها أو من خلفياتها الثقافية لكن فكرة المزج مع المحلي هل بيضي نوع من الاتزان في التقارير اللي هتخرج عن الائتلاف؟ هو في توجه بالعالم لتأسيس شراكات تأسيس شبكات تعاون فيما بين منظمات المجتمع المدني وعم تعطي نتيجة اليوم نحن كمنظمات ثلاثة عملنا تحالف لو ما عندنا شريك محلي كان حيكون عندنا مشكلة لأنه ما عندنا مقر كان هذا حيكلفنا كتير ما عندنا شريك عنده تجهيزات وضعها بتصرفنا كان هذا حيشكلنا أعباء كتير كبيرة ويمكن ما كنا حضرنا وجينا شريكنا المحلي بيعرف الأرض بيعرف الواقع المجتمع يعني نحن حنجي اسبوع او 10 ايام ما حنقدر نكون الصوره اللي بيملكها المجتمع المحلي فاذا هيدي الشراكات مهمه كثير وعم تعطي نتيجه وعم تعطي فعاليه اثنين لازم الكل يعرف انه نحن كمنظمات عندها تاريخها وعندها نشاطاتها وسمعتها ما عندنا مصلحه ابدا على انه نراقب الانتخابات ونعمل تقارير شكليه نحن عندنا مصلحة أنه نحافظ على سمعتنا وحافظ على مسارنا وعملنا وعلى رصيدنا بعملنا المدني على الأقل وبالتالي في بعض المنظمات اللي شككت أنه أنتوا كيف بتكون تتابعوا الانتخابات بدنا نتابع الانتخابات لأنه كمان هذا حق مثل ما حق المواطن أنه ينتخب بدنا نتابع لأنه بدنا نكون قراب لنعطي رأينا ما فيني أعمل حكم مسبق على نتائج انتخابات وأنا ما شوفها أو ما فيني أعمل حكم على الانتخابات وأنا برات مصر طيب خليني أجي أشوف وتابع وإذا في بعض الملاحظات بعطي رأيي فيها أنا لا أقدم ولا أأخر بعملية الاقتراع فإذا الانتخابات قائمة كنا أو ما كنا
نحن درسنا هذا الموضوع، طيب نجي ولا ما بنجي اكثر؟ يعني ايها افضل؟ وضمانات المصداقيه وفق ميثاق الشرف. نعم فقط نحن عندنا، نحن مصرين على انه نستخدم اقصى درجات عفوا المصداقيه المهنيه الموضوعيه الحياه، والتقارير اللي رح نعملها رح تطلع هي اللي رح تحكم عملنا، والناس تحكم على هذه التقارير وجديتها وصراحتها وجرأتها. اخيرا كيف ينظر العالم واوساط المجتمع المدني بمنظماته المختلفه الى الانتخابات الرئاسيه المصريه؟ شوفي، كل المنظمات حقوق الإنسان حول العالم المعنية أو المنظمات التي تعنى بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بتنظر لأي بلد عم تجرى فيه الانتخابات، وبتشاهد أو بتراقب مدى تفاعل الجمهور، الجو السياسي العام للانتخابات، لانه الانتخابات هي تجرى وسط اجراء دستوري، بيحصل في اجراء دستوري بتحصل انتخابات كل 4 سنين، ما في حدا يغير لانه في دوريه للانتخابات، ولكن هذا الاجراء الانتخابي بيحصل في جو سياسي ما وفي جو اقتصادي واجتماعي ما. الناس عم بدها تراقب وبدها تتابع هذا الموضوع بجدية، لأنه الوضع بمصر من أكبر الدول العربية، عندها تقلة وعندها دورة على مستوى المنطقة، وكل العالم بده ينتظر النتائج اللي بدها تحصل بعد العملية الانتخابية، بدها تشوف كيف الأجهزة والسلطات المعنية والهيئة الإدارة الانتخابات كيف عم تتعامل مع هذا، مع هذه العملية الانتخابية على مدى 3 أيام. هاي فرصة لأنه الشعب المصري يستفيد من هذه التجربة أنه يشارك بالعملية الانتخابية، وفرصة لهيئة الإشراف ولكل الجهات اللي عم تدير الانتخابات أنه تثبت كفاءة وجدارة بأنها قادرة أنها تعمل انتخابات نزيهة وشفافة. وأيضا في أوجه تشابه أو اختلاف، وإلى أي مدى بين عمليات انتخابية حضرتك تابعتها من سابق، خصوصا في الدول العربية يمكن بشكل أكبر؟ شوفي، إذا بدك رأيي وبصراحة، الانتخابات اللي بتحصل يوم الانتخابات بيكون أقل شيء ممكن يكون فيه مخالفات. ببعض الدول ممكن يكون قانون الانتخابات نفسه هو فيه انتهاك لشرعة حقوق الإنسان أو للمعايير الدولية بالقانون نفسه، أو بفترة التحضير أو بالدعاية أو بعدين بالفرز. فأما يوم الانتخابات اللي نحن بكرة راح نشوفه قد يكون أقل فترة تحصل فيها انتهاكات، وهيدي الانتهاكات مثل ما حكينا قبل شوي ممكن تكون بتأثر أو ما بتأثر على على النتيجة. ليش بتكون أقل فترة فيها انتهاك؟ لأنه بتكون تحت الأنظار مباشرة، في رقابة محلية أو متابعة محلية، في متابعة دولية، في إعلام عم بيشوف وعم بيتابع. نحن بحاجة على مستوى الوطن العربي لنرتقي أكثر بأنظمتنا الانتخابية، بقوانين الانتخابات تبعنا، لحتى تكون بتعبر تعبير حقيقي أكثر عن إرادة الشعب، لانه مثل ما قلنا ان اراده الشعب هي مصدر سلطه الحكم. صحيح. ترجع بالاساس للشعب، الشعب شو هو بيقرر مصيره بايده. من المفترض ان تم التوزيع خلاص لكافه العناصر الخاصه بمتابعه العمليه الانتخابيه من 9 صباحا، هيتم التواجد ام من سابق؟ هي المتابعة رح تحصل 9 صباحا، لأنه اللجان رح تفتح 9 صباحا، أما نحن رح ننطلق من 5 صباحا لأنه رايحين على محافظات كتير بعيدة. فمن 9 صباحا رح نكون موجودين بلجان الانتخابات وبمراكز الانتخابات، رح يكون في متابعين محليين، رح يكون في متابعين دوليين، على أمل أنه خلال هال3 أيام تكون كمان الشعب المصري عم بيعيش مرحلة جديدة من العملية الديمقراطية، عم بيمارس حقه بالانتخاب وبيعبر عن رأيه تعبير حر وديمقراطي. إن شاء الله تسعدوا بوجودكم معنا في إسلامي. وطنك الثاني مصر. شكرا. وتكون تجربة الشعب المصري في حقه في رسم المستقبل هي التجربة الرائدة في العالم العربي، ونموذج أيضا يصدر للعالم الخارجي.
أنا بشكر حضرتك على هذا الحوار، ساعات قليلة بتفصلنا متابعتنا نحن أيضا كوسائل إعلام وكقناة إخبارية، ستستمر معكم على مدار الساعة في الغد منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع وحتى الساعات الأخيرة منها لحظة بلحظة مع مراسلين في كافة المحافظات واللجان العامة والفرعية. أشكركم على المتابعة، انتهى هذا الحوار الخاص مع ضيفي الكريم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رياض حسين عيسى، رئيس ائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية ورئيس جمعية متطوعون بلا حدود. شكرا. شكرا. أشكركم. إلى اللقاء.